المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا المصير واحد، والحظ واحد، والمصلحة واحدة، والسعادة واحدة. ونحن عشنا في السعادة، وعشنا في السعادة بعد ما بنينا شيء مخلد، أبدا لا مخلد الإنسان ولا مخلد المال ولا مخلد شيء، مخلد خالد الوطن والعمل للإنسان، وكل فرد منا بيذكر عمل، كل ما بيعمل بيذكر عمل. نبقى مستمرين مجتهدين في كل ما هو نحن نحس انه هو يسعد، يسعدنا جميع نحن واخواننا وابنائنا، ويبني كذلك مستوانا، ويبقى بنانا هذا هو طريقة في قوة وفي استهار وفي تقدم. هذا الغرس اللي غرسناه في هالعشرينات أصبح اليوم كله يجنى من الثمار، فجني الثمار هذا مو بجني ثمار بسيط، جني ثمار مو بالبساطة، يعني أن يوصل إليه الإنسان. ما أريد من هذا الشاب لأن يزيد في الحمد والشكر لله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل والدولة بلا أبنائها ورجالها في كافة المجالات، لا يمكن أنها تصل إلى المواصيل التي ترجع إليها إلا بشبابها. فالرجال هم يحبون أن يكون هذا العمل عملهم دائما مشرف لنا ومفرح، وأن نكون أن نحن دائما نتطلع إلى ما هو أكثر، إلى ما هو أكثر من أعمالهم المشرفة التي نحن نرجوها والتي نحن عديناهم منها وضحينا من شانها. وللجامعة العربية خط، ونطالب أخواننا أنهم يتعاونون وأنهم يتآزرون، لأن لا نؤمن بإرجاع حقوق أخواننا وأشقائنا العرب إلا بالتآزر والتعاون. ونرجو أن هذا المجلس وهذا التعاون أن يكون بمثابة القوى العربية، وبمثابة كذلك برهان للدول الشقيقة أن هذا التعاون أصبح مفيد. نحن إن شاء الله مستمرين في جميع الواجبات وجميع التضحيات الذي هم ترقيهم وتوصلهم إلى أرقى المناصب وإلى أرقى المجد. نحن مستمرين ولا يزال شان الشعب لن يزيد في الحمد والشكر لله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل. وربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا. فعلينا وعلى المواطن أصبح الحمد والشكر إلى الله والثناء إليه. فيجب علينا وعلى كل مواطن في الدولة أن يحمد الله ويشكر ويثني إليه في كل لحظة يشوف بها شيء من النعمة التي الله أنعمها عليه في وطنه. وهذا نحن ساعين في طريقنا ولن نتوقف أبداً.